ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. انا اسفه للتاخير، ما بنزلش فيديوهات بقالي مده، بس معلش كانت حالتي الصحيه مش حلوه شويه. ادعوا لي بقى دعواتكم الحلوه الجميله دي عشان نقدر نواصل ونكمل. ولو عجبتكم القناه لاول مره بيتفرج علينا، اشتركوا وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دي كنزايه وده تيب. احنا قلنا البقرة دي بتتباع ب6 جنيه عند الموان او اي المكتبات، وهغلفها كده بالتيب كويس جدا. وده طبق الالمونيا الخفيف بتاع الكشر والطواجن والوجبات السريعة. انا هجيبه هستخدم منه 3 وهشيل القاعدة بتاعتهم بقى بالشكل ده. انا هطبقه كده بالراحة، انا عايزة الكسرات اللي فيه دي، وهبتدي اعمله شرايط. هنا بعد ما تقصوا شرايط وهقسمهم بالمقص هيعملوا لي حوالي 6 وردات، وهبتدي اتني تانية خفيفة كده، كيرف بسيط قوي على الحروف بتاعة كل شريطة منه. انا عايزة اعمل وردة، فهبتدي الف اولها والفه حوالين بعضه، بس بريح كده الورق بكسرات خفيفة عشان يساعدني اني اتلف ورا بعضه. وهكمل لف الوردة بالشكل ده، وبعد كده هاجي من ورا اضمهم بالشكل ده. طبعا الكسرات اللي في الطبق نفعتني جدا في شغل الورد ده. ده نوع الشمع اللي انا هستخدمه، الباكيتة دي ب10 جنيه. يلا هنا بقى حضرنا شوية ورد حلوين وهنبتدي نلزقهم بالشمع. هنلزق كده اخرها وبعد كده نلزقها في الشمع في الكنز بالشكل ده ورا بعضه على حرف الكنزية. وهنا انا بعمل الصف التاني وهتبقى عكس، يعني كل 2 ما بينهم وردية عشان احس بس ان السطح بتاعي اتملى كله، الورد جنب بعضه مش عايزين نسيب فراغات. انا عملت 3 صفوف ورود ورا بعض، وده ألمونيا زبدة اللي كنا عملنا بيه المراية. ده متوفر البقرة بحوالي 30 جنيه، بس تعمل لك حاجات كتيرة جدا، او ممكن تستغني عنها بالألمونيا العادية وتلزقيها بغيرها. دي ازازة كلور، وهقطع من اول الجزء ده، انا عايزة الحتة اللي فوق. هلزق الشمع بتاعي في الكنزية. المجموعة دي كانت ب10 جنيه، ده الشمع احنا كلنا عارفينه طبعا، هو الصغير ده. بعد ما لزقت الشمعية الألمونيا الزبدة بتاعتي هبتدي ألفها حواليها كده، هي هتساعدني قوي على التكسير. والألمونيا برضو الخفيفة اللي هي بتاعت اللي بنجيبه للمطبخ للبوتاجاز حلوة قوي برضو في الشغل ده، وهيساعدك جدا في التكسير بتاعه ونلزقه بغيرها معاه. بصوا بقى هنا بقت عاملة ازاي، لسه طبعا شكلها هيبقى أحلى وأحلى، لسه نعملها حاجات حلوة وافتكاسات جامدة. هنحط بقى شوية ألمونيا كده أنا مقطعاهم صغيرة على اساس برضو الفراغات دي ما تبانش من بعيد انها فاضية، وهتدي شكل. انا كنت محتارة الاول يا ترى احط الورد من فوق او من تحت، بس حسيته كده اظرف، وهبتدي احط شوية الماس هنا كان عندي بالشكل ده. وهنا بكمل توزيع الالماس بتاعي، هتلاقوه الالماس ده متوفر عند بتوع ادوات الخياطة. ده غطى علبة سمنة صغيرة اللي هي كيلو، وهلزق فيها ازازة الكلور اللي انا قصتها، ولازم نحط الغطا بتاعها وبشمع نلزق فيها الكنزاية. وده شكل الألماس بعد ما وزعته ولزقته. هجبت الألمونيا بتاعتي بكسرها بالشكل ده، هتلاقوا فروخ لونها سيلفر كده شبه برضو الألمونيا، الفرخة ب10 جنيه في المكتبات. وهبتدي هنا على حروفها من تحت خالص ابتدي ألزق الألمونيا بتاعتي. وانا قلت تاني وبعيد عشان الناس اللي ما عندهاش الألمونيا دي، فروخ الألمونيا بتاعت البوتاجاز اللي بنجيبها بتنفع جدا جدا، ونلزقها بالشمع او بالغير الابيض بس ما يكونش مخفف، ولازم نكسرها عشان هتساعدنا التكسيرة دي بالشكل الجمالي النهائي بتاعها. وهنا بكمل لزق، باخد كده المقاس بتاعها وبعد كده هبتدي ألزقها. التكسيرة دي هتديني شكلها اكنها كده، عارفين انتوا الشمعدانات الفضة دي بتبقى باللمعة بتاعتها، وده ألمونيا يعني هيخدمنا قوي في اللمعة بتاعته، احسن كمان ما نرشه بالاسبري او السيلفر. برضو اللي عايز يرش اسبري اللي هو السيلفر ده ممكن،
ممكن جدا، بس متهيألي التكسيرة دي مديها قيمة اكتر. شوفوا شكلها بقى جميل ازاي. كده خلصناها وحطيت حتة كلفة فاضي من تحت، وهوريها لكم دلوقتي وانا مولعاها كمان. عملية ما تقلقوش وماسكة نفسها، ويا رب الفيديو يكون بتاع النهاردة عجبكم. عملنا من حاجات بنرميها مخلفات كل بيت، عملنا لها إعادة تدوير وجملناها وخلناها حاجة شيك وقيمة. وهنا وانا مولعة الشمعة، الشمعة بتقعد كتير ما تقلقوش، يعني ما بتخلص بسهولة النوع ده. ولايك لو عجبكم الفيديو، وهتنسوا اللايك. وشكرا لكم جدا جدا. سلام.